السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نأخذ الأعداد الصحيحة، وهذا أول حلقة لنا بالأعداد الصحيحة. الأعداد الصحيحة هي تنقسم إلى الأعداد الموجبة والأعداد السالبة والأعداد السالبة. زين، شنو الموجبة وشنو السالبة؟ الموجبة هي نفسها الأعداد مالتنا الطبيعية، يعني 1، 2، 3، 4 نفسه، بس نخلي لها إشارة الموجب. 5، 6 شنو نقول؟ نقول موجب 1، موجب 2، موجب 3، موجب 4، وهكذا. موجب 5، موجب 200 مثلا، موجب 365 مثلا. الأعداد السالبة اللي هي نرمز لها بالإشارة السالبة، مثل -1، -2، -6 الأعداد السالبة. زين، بين الأعداد الموجبة والأعداد السالبة هو العدد 0. الصفر دائما يكون لا موجب ولا سالب، وهذا هو الصفر يكون. فالأعداد الموجبة والصفر والسالبة كلها تمثل الأعداد الصحيحة. عندنا مستقيم الأعداد اللي نمثل عليه الأعداد الصحيحة، بالمنتصف هو الصفر، جهة اليمين هي الأعداد الموجبة. دائما تبدي بالموجب 1، موجب 2 يجي وراه، وهي جملنا لما نكمل موجب 3، موجب 5، موجب 6. الأعداد السالبة تبدي بالعدد -1، -2، -3 وتنتهي. احنا عندنا الأعداد هم ما لها نهاية. هذا تمثيل الأعداد الصحيحة على خط الأعداد أو مستقيم الأعداد الصحيحة. عندنا 4، 1، 0، -5. شلون نمثلها على خط الأعداد؟ عندنا هنا 4 فهو موجب، يعني موجب 4. احنا هنا قلنا الصفر، قلنا هنا عندنا الصفر، عندنا هنا 4، هنا 4 موجب 4، عندنا 1 اللي هو قريب للصفر موجب 1، وعندنا -5 اللي هو هنا سالب. Thank you.